بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الستره عشان الاربيز فقط بنزلها، ولا هي فوق راسي اللي هي ستره الوقف، وباذن الله بلبسها. لا خلصت كلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله المتفرد بالعز والاجلال، المتفضل بالعطاء والأفضال، مسخر السحاب الثقال، جل عن مثل ومثال، وتعالى عن حكم الفكر والخيال، قديم لم يزل ولا يزال، يتفضل بالإنعام فإن شكر زاد وإن لم يشكر أزال. قال تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال. أحمده تعالى على كل حال، وأصلي وأسلم على رسوله محمد أشرف من نطق من خلقه وقال: أما بعد، يحكى بأن رجل كان لا يملك من قوته شيء، ولكنه كان ينفق في الليل والنهار. الرجل هذا كان ينفق في الصدقة، مع أن الرجل نفسه ما يملك شيء، ولا يحسب من الأثرياء ولا من التجار ولا من المتوسطين، بل من الأشخاص اللي ما يملكون شيء قط. فسأله يوم من الأيام صديقه المقرب: لماذا وأنت بهذا الحال متعسر تنفق وتتصدق؟ هو سأله وتوقع الإجابة، صديقه توقع الإجابة أنها بتكون الإجابة المعتادة، توقع أنه بيقول ما نقص مال من صدقة، أو إذا غير فيها بيقول أنفق ينفق عليك. ولكن الإجابة كانت جديدة وغريبة، لم تمر في ذهنه أبداً. قال له بكل ثقة: المنفقون كالشهداء، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هكذا ذكر في القرآن الكريم. جاءت هذه الآية في حق الشهداء والمنفقون، وهذه من فضائل الصدقة، أن تكون في منزلة الشهداء. إن الصدقة هي المنجية من أمر محتم في الدنيا والآخرة، يجب على كل منا أن يجعلها أسلوب حياة، حتى وإن كانت حياتنا في نعيم دائم. أما الآن لنرى وياكم بإذن الله عدة شعراء من شعراء الراية، مسابقة شعر الراية، حبوا أن يشاركونا بأبيات شعرية بسيطة عن الصدقة. خلونا وياكم نتابع الآن في الشاشة هؤلاء الشعراء. من يبذل الجود يلقى فاتحة كل خير، ما ينقص المال من ما جد قيد الملك، عن فضل الإنفاق يحنا سمعنا كثير، أقلها قصة الحبة مع السنبلة. اللي يقدم من الإحسان حملة بعير، يجزاه رب العباد بضعف حمل جمله، لازم يحاسب ويسأل في النهار الكبير، العمر وين أهدره والمال وين بذله. الوقف حلقة وصل بين الغني والفقير، وش رايك بباب يفتح لك مع الله صلة، نفعك لنفسك لو انه للبشر، في الاخير ما بذل من مال منفعته تعود الهلة. ولا تحاقر من المعروف شي يسير، جودك ولا بخل مفتون يصره لله، لو يعرف العاقبة فيها وسوء المصير تبرع بماله اللي يملكه بكمله. لو شق تمره توقي على اللهيبة السعير، تاجر مع الله وتجزى تمرتك من خاله، اللي يتاجر مع الله ربح والربح غير، المال ما هو بله والربح بعدين إله. محمد تسمعني؟ طيب تعيد المقطع وتشغل الشاشة لنا، لأن الزملاء ما شافوا الشاشة. من حقنا عليكم تعيدون المقطع. الله يعطيكم العافية. من يبذل الجود يلقى فاتحة كل خير، ما ينقص المال من ما جد قيد الملة، عن فضل الإنفاق يحنا سمعنا كثير، أقلها قصة الحبة مع السنبلة. اللي يقدم من الإحسان حملة بعير، يجزاه رب العباد بضعف حمل جمله، لازم يحاسب ويسأل في النهار الكبير، العمر وين أهدره والمال وين بذله.
الوقف حلقة وصل بين الغني والفقير، وش رايك بباب يفتح لك مع الله صلة، نفعك لنفسك لو انه للبشر، في الأخير ما بذل من مال منفعته تعود الهنا. ولا تحاقر من المعروف شي يسير، جودك ولا بخل مفتون يصره لله، لو يعرف العاقبة فيها وسوء المصير تبرع بماله اللي يملكه. بكمل. لو شق تمره توقي على لهيبة السعير تاجر مع الله، وتجزى تمرتك من خاله اللي تاجر مع الله ربح، والربح غير المال ما هو بله، والربح بعدين إله. شكراً، كل الشكر للشعراء مثل ما شفنا، هذولا من نخبة شعراء الراية اللي شاركوا في برنامج شاعر الراية اللي يمثل السعوديين والخليجيين بشكل عام. أشكر الشعراء الخمسة: الشاعر شقيقي عايض بن فراج القرقاح، كذلك الشاعر من دولة قطر صالح إنشير المري، وكذلك الشاعر الغالي رفعان العرجاني، وكذلك الشاعر المبدع والغالي عبد الله سرهيد، وكذلك الشاعر والأسطورة وخال وليد الفحيح منصور الميخار. في هذه المبادرة اللي أطلقوا عليها جروب دعمي الله يعطيهم العافية، أطلقوا عليها لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللي هم الفئة المستهدفة. فمن الواجب علينا المشاهدين الكرام وإخواني المستمعين حالياً المتسابقين وكل من يوصل هذا المقطع أو هذه الوقفة أو هذه المبادرة أن يبادر ولو بالقليل، مثل ما نشوف حالياً في الشاشة تعرض أرقام المبادرة والطريقة وكل شيء. فعلينا أن احنا نتكاتف بيد واحدة وبقدر المستطاع عشان نوقف ونقفل هذا الوقف العظيم. هذه فرصة ما راح تتكرر إلا بعد فترة. فالله الله بالوقف، والله الله بالإنفاق لسبيل الله سبحانه وتعالى. جروبات دعم زملائي كلهم ما قصروا في هذه المبادرة، تجاوبوا معنا بيض الله وجيههم، كذلك بيض الله وجه جروب دعمي اللي أنا حالياً من بداية البرنامج احترت ما أدري وش أطلق عليه من اسم، فأنا أكتفي بإني أطلق عليهم جروب دعم فلاح بن فراج، لأن الحروف والله أنها تعجز عنهم بمعنى الكلمة. الأمر الآخر، فيه هدايا بسيطة للزملاء عشان الوقت، نبي نخليها على ما قال اختصار. بدعيكم على 2-2، الهدايا إن شاء الله أنا بتفرحني وتفرحكم. وجروبات دعمنا كلنا بدون استثناء، كل جروب دعم أهدى المتسابق الخاص فيه وقف وسهم في هذا الوقف العظيم. فتستاهلون، وبدعيكم على 1-1 أو على 2-2 عشان الوقت. طيب، وليد البحيح وعايد الجايد، بناخذ منهم الاثنين كلمة سريعة، كلمتين ثلاث كلمات توجهها لجروب الدعم. تفضل جنبي، وليد البحيح عايد الجايد، تفضل. أول شيء الله يعطيك العافية يا أبو فراج، والله يبيض وجهك على المبادرة الطيبة، والله يبيض وجه فريق دعمك وفريق الدعم الجميع. لا لها فرحت لي يمشي ورت لي خالي، ومن هذا المنبر أتبرع له بسهام في الوقت. يستاهل، يستاهل أبو دهام، يستاهل وليد. هذا طال عمرك الهدية اللي على ما قال كلني يتمناها. أنا شهد. خلها معك عشان الوقت، وبعد ما ننتهي من التوزيع تجون الله ليهينكم بالدبابيس وتحطونها بالصورة هذه عشان تبقى لنا ذكرى كلنا. عايد الزايد، الله يوفقك. وش توجه للشاشة؟ أقول بيض الله وجه فريق دعم أبو فراج، والله ليهينك المبادرة الطيبة أنت وجروب دعمك، والله ليهين جروب دعم الربع كلهم، بيض الله وجيهم كلهم يد بيد يصنعون المستحيل، والله يوفقنا وياهم. الله يطول عمرك وليهينك. موفق وياك. طيب، يجوني بشكل سريع كذلك أسامة الفرهاد، أسامة البري، وسعود الوازعي. تفضل، أعظم هدية جاءني معاد أبو فراج. وجه كلمتك لقروب الدعم. الله يبيض وجه قروب دعم أبو فراج، وجه كبير، وقروبات الدعم الشباب كلهم، وجاءني معادهم، الله يبيض وجههم، وجه كبير.
تستاهل. سعود الوادي. كيف مرحبا يا ابو فراج. وجه كلمتك. بيض الله وجهك انت وقروب دعمك وبيض الله وجيه قروبات دعم الشباب كلهم. والله يجزاهم بالخير وعساهم على القوه. الله يطول عمرك وتستاهل. حمد الاكلبي، عبد الله البقمي. اسرع الشباب عشان الوقت. يلا يا عبود. تعال يا عبود. اصفق اسمه يطلع. سم. طبعا اول شيء الله يبيض وجهك يا ابو فراج ويبيض وجه فريق دعمك. ما قصروا وما يستغرب منكم العلم الغانم، واللي انا يعني اشوف انه يعني اطيب فعل يسوى اللي هو فعل الخير. نعم، وانا قلت صدقوا حد انكم احياء، لان الواحد ما يضمن عمره، والله انها ما تسوى شيء. 150 ريال نصرفها باي شيء. أيوة والله. وانا ما ودي اطول عليك طول عليك. والله يبيض وجهكم. أيوة ما قصرت. تكلم يا حمد وتعال يا عبد. الله يبيض وجهك يا ابو فراج، يبيض وجه فريق دعمك، وعقب ما نفرح لك تمام الوقت. اللهم امين باذن الله انه بيكتم وتستاهل يا حمد. تستاهل. لا انت نواف بن طارق خلف القحطاني. يقعد على طول. خلف عشانه عشان يحبه بيعطيه سهمي. لبيك. اقول بعطيك سهمين مره ثانيه. يعني افتح وجهك خل تصدق. وين هذا وجه كلمتك. اقول الله يبيض وجهك يا ابو فراج، والله لا يهينك انت واقرب دعمك، والله يبيض وجه قروبات الدعم، اسعدونا تبرعوا عنا، احنا ما معنا جوالات ولا ودنا نتبرع، والله انهم ما قصروا. أيوة وكل يوم في فقره تروح يسعدون واحد منا ولا اثنين ولا ثلاثه. الحمد لله. فضلهم والله انهم كبيرين علينا. هذا والله الكلام. ولا بيطيل الكلام، والله يبيض وجهكم. وجهك يبيض تستاهل. ابو طارق سم. سم الله عدوك. وجه كلمك يا طارق. الله يبيض وجيهكم. الله يبيض وجيه فرق الدعم، والله لا يهينهم على هالمبادره الطيبه، والله يجمعنا وياهم ان شاء الله في الجنه. وشكرا لك يا ابو فراج، والله لا يهينك والكلام واجد وخير الكلام ما قل ودر. الله يطول عمرك تستاهل. اللي بعده. ضاري سنيد وسيف الزعبي. سيوف. ارحب. وجه كلمتك عن دليل البزنس. تفضل. هذا سامك طال عمرك. مرحبا بكم. مساء الخير ابو فراج. الله يعطيك العافيه على المبادره الطيبه اللي ما تستغرب منك. ومن ذا طبعا احنا من ربعه. والله يبيض وجيه قربات الدعم اللي يعني يهدوننا ذا السهم، والله يجعلها في موازين حسناتهم، والله يجزاك خير ويبارك فيك يا رب العالمين. الله يطول عمرك. طارق بن سنيد. هذا طارق، هذا على ما قال هذا شريكي في الوقت. الله يرحمه. السفر الثاني واللي ما قصر بتوجيهاته وبعلومه كلها. وللمشاهدين ولكم فيه باذن الله تدشين شيله بسيطه بتخص الوقف هذا وتخص الصدقه، بتكون بعد التوزيع ان شاء الله. وتستاهل يا رب. اول شيء الله يرحم والدينك ويجعل من جابك للجنه، هذا رقم واحد. اثنين بيض الله وجه فريق دعمك، ولا هي غريبه عليها اصلا نهائيا. دوم يفاجئنا بالمبادرات الطيبه اللي تسعد قلوبنا. هذا واحد. وبيض الله وجيه فريق الدعم اخوياي كلهم يستاهلون. يكفي انهم رسموا البسمه على قلوب اخوياي، هذه شيء كبير بالنسبه لي. عسى في ميزان حسناتهم، والله يسعدهم يا رب. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. احمد الشمري. شكران الشمري. اسرع يا شباب، اسرع اسرع يا احمد. اللي بعدهم ما عليكم زود جميع. ايش بتصفهم؟ استاهل كلمتك. اول شيء بيض الله وجهك يا ابو فراج، وبيض الله وجه فريق دعمك. الوقف انا ما راح اعطيك كلمه عن الوقف، لكن ابي اشكر كل من ساهم في الوقف هذا. الحضيض اللي ساهم في الوقف هذا واستغل هالفرصه العظيمه هذه. والله يبيض وجهك يا ابو فراج وجه فريق دعمك. تستاهل تستاهل كل خير. الله يطول عمرك. الحبيب شقران. حبيب والله انت يا ابو فراج، وبيض الله وجهك على المبادره الجميله اللا مستغربه من واحد زيك. الله يرفع قدرك. ما قصروا بعد الشباب، والوقف هذه فرصه. انا من هذا المنبر ابى اخاطب اي الكاميرا اللي عنده هذا. الوقف فرصه لا تعوض بثمن. جانا الوقف لين عندنا وراح يروح وراح يكتمل بنا وبليانا، فمن الفرصه ومن الزين ان احنا نساهم ونكون من المساهمين، فاغتنم الفرصه يا ملشحه. هذا الكلام مبين. شكرا لك وشكرا لفريق دعمك. الله يطول عمرك. معاذ الغرامه وخالد السهلي. مرحبا مرحبا يا ابو حمد.
يا مرحبا. سلام عليك. شناك مالك يمين؟ تفضل. قول بيض الله وجهك. وجهك أبيض. أنتوا فريق دعمك ولا يستغرب الطيب من هالطيب. الله يطول عمرك. دائما سباق بالعلوم الطيبة. أرفع قدرك يا أبو فراج. والله لا يهينك والله يبيض وجهك ولوصيكم يا ربع تصدقوا ترى والله العظيم إنك أنت في الحياة زائر بكرة بتغادرها فالله يوفقك والله يبيض وجهك والله لا يهينك. يا مرحبا يا خلد يا مرحبا. معاذ الغرامة الحبيب. الله يسلمك. تفضل وكلمتك. الله يبيض وجهك يا فلاح. الله يبيض وجهك يبيض فريق وجه فريق دعمك وجم الله حالكم والله الله بالصدقة وكثر خيرك وجم الله حالك والله يجعله في موازين حسناتك أنت واللي قام على هذا الشيء اللي فرحنا جميع شاكر مقدر لك الله يطول عمرك تستاهلون كل خير. مهند بن فردان وابو سراج محمد بن سراج. ابو سراج يا مرحبا كلمتك طال عمرك وهديتك. أول شيء الله يبيض وجهك على هذه المبادرة الطيبة وأشكر فريق دعمك وفريقة الدعم الشباب كلهم يشهد الله أن الهدية هذه كل تمناها أي بالله بيض الله وجهك مرة ثانية وجهك أبيض تستاهل كل خير. مهند سم طال عمرك. أول شيء الله يبيض وجهك ويجمل حالك. وجهك أبيض مبادرة طيبة والطيب ما يجي إلا من هالطيب طال عمرك. وأنا أقول من هذا المنبر تصدق لأن الصدقة معك إلى يوم القيامة. تستاهل يا مهند. سهم واحد يبقى معك لا يوم القيامة. تستاهل وهذا على ما قال هذا تراه من فعل إيمان قروبات دعمنا كل قروب دعم يستاهل التصفيق وصدق لهم كلهم. من حالهم. تستاهل. طيب بعددنكم بدون قصور بدعي الحالة لماذا؟ لأنه الإمبراطور فيصل الدوسري. يا مرحبا. الله يبقيك لبك ابدك هذا الامبراطور اللي على ما قال اللي توجيهاته حتى في ادق التفاصيل تحت الهواء اكثر من توجيهاته فوق الهواء. لبك بيض الله وجهك يا ابو طلال. لبك ابدك وبيض الله وجهك يا ابو فراج. وجهك لنت ولا قروب دعمك وصراحه وقفه جميله ومساهمه ومبادره طيبه الله يوفقهم يجزاهم خير وبيض الله وجههم. بيض الله وجهك انت تستاهل تستاهل وبيض الله وجهك قرب دعمك وقرب دعم الشباب كله. لا انت ولا انت تستاهل. صفقة ماجد الشهري عامر بن منير. ماجد الشهري عامر بن منير. نفس التكتات ماجد سم طال عمرك. يا مرحبا. الله يبقيك. اولا خير خير الكلام ما قلده. صحيح. الله يجزاك خير. لا انت ولا قروب دعمك ولا قروب دعمي وقروب كل قروبات دعم الشباب ما قصروا. ما قصروا. والخير ما هو مستغرب من اهل الخير. والله يبيض وجهك. وجهك تستاهل. تستاهل تستاهل. مرحبا. يا مرحبا يا ابو منير. تبقى وتحيا. عدوي في المطبخ اليوم وصديقي الان. الله يبيض وجهك. يا مرحبا. لا انت ولا فريق دعمك. الله يبيض وجيهكم وفرق دعم الشباب يستاهلون والله يكتب اجركم في المسعد والله يكتب اجركم جميعا ويجزاكم خير يا رب. تستاهل يا اخوك تستاهل. بعد اذنك. محمد العويسي ونايف الرفيدي. محمد العويسي ونايف الرفيدي. يا مرحبا يا ابو حمد. وحيه. سم طال عمرك. سم الله عدوك. تفضل. قرب يا نايف. الله يبيض وجهك يا فلاح وبيض الله وجه فريق دعمك وفريق دعمي وفريق وفرق دعم الشباب كلهم ويجزاهم الله خير في ميزان حسناتهم ويا رب ان شاء الله يدخلنا ويدخل كل عضو في فريق اي فريق دعم الجنه ان شاء الله. يستاهلون. جزاك الله الخير. مرحب. الله يعافيك عبد الرحمن. يا مرحبا. سم طال عمرك. اول شيء الله يجزاك خير يا ابو فراج وهذا الشيء لا يستغرب منك هدمتي لا أنت ولا فريق دعمك وأشكر فرق الدعم على المبادرة الطيبة وهذه الهدايا اللي تهدى. وش نقول لقروبات الدعم؟ يا نوم عيني يا قروبات الدعم. موسى الفيفي محمد بن ناصر. أنا بقول غيري أحد
لا بس انا وياك. ها ابقى انا وياك بس انا بدلت بس. من قالك تنسحب؟ حمد موسى الفيدي. من اللي بيبدا؟ موسى. تعال موسى عادني مطول معك. موسى الفيفي تفضل. اول شيء جزاك الله خير على هذه المبادره الجميله ويشكرهم فريق دعمك، الله يكتب اجرهم ويجزاهم خير، وباذن الواحد العظيم الفرد الصمد ان هذا الوقف يكتمل في اسرع وقت، وانه يكتمل وقف ثاني باذن الله في هذا النسخه يا رب يا كريم. وجزاهم الله خير فريق دعمك وفرق الدعم الشباب جميعا، الله يبيض وجهكم ويجزاكم خير ويكتب اجركم. لا هيك وياك وياك يا حبيبي. شكرا لك على هذه المبادره الجميله. تستاهل ابو بتار. لا تتاخر. يا مرحبا يا ابو ناصر. يا مرحبا. عاشت ايام. اذا بتسوي كرك عقبها بعطيك سهمي. ابشر يسعدك. سم. اول شيء يا مع ابو ناصر يا عيال. الكلام اللي بقوله شوي. يا جماعه الخير مع محمد بن ناصر. اول شيء الله يبيض وجيه فريق دعمك على المبادره الطيبه وقربات الدعم كلها. الشيء الثاني ان شاء الله اني امون على اخواني السعوديين، بما ان القطريين او دول الخليج ما يقدرون يتبرعون، اعلن تبرعي بنيه شفاء اخي سعيد، جعل ربي يشافيه ويطول عمره. الشيء الثاني بعد ان شاء الله هم صايرين لنا خير منا، اعلن تبرعي لقربات الدعم. بيض الله وجهك ويستاهلون. والله يبيض وجهك يا ابو هراء. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. قل يعطيني اسمك. عبد الله القمي. ارجو من ذا يعطيني اسمك. عبد الله القمي عنده كلمه يا جماعه الخير. نعم. المبدع والمتالق كعادته ورجل التدخل السريع فلاح بن براد. الله يطول عمرك. اللي حاب اقوله بيض له وجهك اول شيء يا عبود. وجهك يا عمي. الامر الثاني السهم هذا والهدايا هذه يعلم الله انها زرعت في قلبي انا يا اخوكم الصغير وفي قلوب اخواني كلهم، اخواني اللي تشوفونهم والله يا قربات دعمنا، انها زرعت في قلوبنا الفرحه والوناسه. لو انكم جايبين لنا جوالاتنا لو خذيتوها محمد عيسى وجبتوها ما استانسنا كثر وناستنا الان. ولا يا الربع؟ انا اسمع وليد يقول جعل ما هي في الذمه. بيض الله وجيهكم والله لا يهينكم وجمل الله حالكم كل ابوكم واحد واحد. وقربات الدعم اكرر واشكر واثني، لولاكم حنا يا ذولا ما احنا موجودين هنا. انتم اللي تبذلون وانتم اللي تجتهدون وانتم اللي تغردون وتسهرون، فالكلام يوقف عندكم. واخر ما اختم فيه الصدقه، الله الله بالصدقه ومع تدشين شاله الصدقه. اخوي ضارب بن سنيد تفضل. صفق يا خالد. تفضل ضارب. ايش تعال ضارب عشان تطلع الصوره. تعال مو حافظ انت بس. يلا شيله. للخير بيبان والدنيا ما حطت عمر والرابح على أكبر اللي في الحياة اجتهد. العمر فرصة وعقرب ساعتك لو يدور بكرة مصيره يوقف لا دخلت لحد. تصدق وخلك اللي ما يحوشه قصور الأجر مدبول والرزاق فرد وصمد. عطائك أجمل من النسمة وريح العطور من قدم السبت يلقى من بعد الأحد. يا باغي الخير سجل لك وجود وحور يكفيك عبد فقير من السعادة سجاد. في الختام نشكر
كل من ساهم بهذا الوقف وكل من سعى وكل من غرد، وأشكر شكر خاص لقروب دعمي اللي والله العظيم إن ما لي فضل ولا شكر ولا لي معروف بدون اللي يشتغلون وراي اللي هم قروب دعمي. علماً بأن المبادرة والله ما وصلتني إلا يمكن قبل تقريباً، وما جهزت لها ولا قريتها ولا عديتها إلا يمكن قبل نص ساعة، لكن على ما قال الشيء اللي من القلب يوصل القلب. بختم مع عضاري، عنده كلمة السفير الثاني بختم فيها. الله يرحم والدينك. أول شيء بيض الله وجهك على قصيدها الطيبة وعسى في ميزان حسناتك. بيض الله وجهك على هذا واحد الطيب. الله يرحم والدينك. اثنين، لهي غريبة من قروب دعمك، دوم مبدع دوم مبدع، عسى في ميزان حسناتهم الله يسعدهم سعادة ما بعدها شقة. كلمتين تصدق وبادر لعلها الصدقة هذه تكون لك شفيعة يوم القيامة، ويعطيكم الله ألف عافية. شكرا يا أخوي. لا أنتوا، ونلقاكم في مبادرات أخرى، وتعالوا عدوا صوركم وأوراقكم. صفقة يا شباب، صفقة استاهل صفقة. دور الدنيا ما حطت عمود، والرابح على أكبر اللي في الحياة جزاه. العمر فرصة وعقرب ساعتك لو يدور، بكرة مصيره يوقف لا دخل. يمديكم خلكم ترتيب. رزاق فرد وصمد، عطائك اجمل من النسمه وريح العطور، من قدم السبت يا من بعد الاحد. يا باغي الخير سجل لك وجود تستاهل. وبيض الله وجهك لقروب دعمك اللي تواصل صور المبادره ياخذ ولا الحمد لله. اي والله لا طيب الله يسعدك والله. انا بروح للشباب كل ركزوا لي على السلام على خير ان شاء الله. بروح للزملاء ان شاء الله عقب برنامج نشوفك. الله يطول عمرك. الله يحفظك ومهرب الدنيا ما حطت عمرك، والرابح على اكبر اللي في الحياه جزاك. العمر فرصه وعقرب ساعتك لو يدور، بكره مصيره يوقف لا دخلت لحد. تصدق وخلك اللي ما يحوشه قصور، الاجر مدبول والرزاق فرد وصمد. عطائك اجمل من النسمه وريح العطور، من قدم السبت يلقى من بعد الاحد. يا باغي الخير سجل لك وجود وحور، يكفيك عبد ما خلصه الرب شوي يا ربع شوي يا جماعة يا جماعة شوي بس ولا عليكم أمر شوي فيكم أنتم ارفع الصورة ارفعوها هين من القاعدة ارفعوها مع بعض يا عيال ارفعوها خلينا نرفعها تعالوا تعالوا كلكم امبراطور تعال باقي 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 عادي عادي بعدين وجهوها وجهوها هنا وجهوها تعالوا جنب بعض وسع وسع خلف يصل جنبي خلف يصل جنبي تعال يا صاح تعال يا شقران جنبي تعال شقران كلكم كلنا نبي صوره جماعيه صوره ايه؟ صوره جماعيه يا عيال اللي ما علق بيعلق انا ما علق بس عشان الصوره انزل. لحظه لحظه انزلوا صوره بياخذون صوره يا رجيجي يا رجيجي انزل يا رجيجي عوض يلا روح حق عايض يا رجيجي نرفين نرفين يا اخي صوره الصوره الحين نبدا طيب عين قدام عين قدام انزل انزل عبود انزل اربع صور صوره جماعيه صوره جماعيه يا شباب صدقه بابتسامه يا ليتكم تجلسوا ابتسامه ابو حمد ابو حمد ابو حمد اجلس جعلني قلبي اجلس اجلس يلا خمسه